السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي طلاب أولى ثانوي. نتعرف الأول على بعض في الفيديو ده. أنا مين؟ أنا إيهاب السلف، أو مهندس إيهاب السلف، صانع محتوى يوتيوب لمادة الفيزياء، ومعايا إن شاء الله بتسمع الفيزياء وكأنك مسمعتهاش خالص قبل كده، يعني على عكس السمعة الوحشة اللي طالعة عن الفيزياء إن هي بعبع الثانوية العامة. هي معانا كائن جميل وكيوت ولطيف جدا. الفيزياء دي يعتبر يعني إيه، تقدر تقول عليها كده الفرع الأسمى للرياضة. فإحنا المحتوى معانا بيبقى ماشي إن أنا بفهمك الأول محتواك من الرياضة، وبعد كده نركب عليه قوانين الفيزياء وأبدأ أقول لك خد التركيبة دي حل بها كل المسائل. يعني إيه؟ يعني تقدر تسيبني دلوقتي وتنزل لصندوق الوصف تسمع الدرس الأول على فيديوهين. ولو كنت بتسمعنا على الفيسبوك ادخل على الرابط اللي موجود أعلى الفيديو ده واسمع أول الدرس، اسمع الدرس الأول على فيديوهين. هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا وممتع جدا. طيب عشان أتأكد إن أنا فهمت لازم تروح تحل، فروح حل تدريباتك من أي كتاب أيا كان إبداع الكتاب ده، حل منه وشوف مستواك، شوف هل قادر تحل ولا لأ. هتتأكد إن الفيزياء معانا بشكل مختلف تماما عن كل اللي اتكلمنا فيه قبل كده. هتحس إن الفيزياء دي حاجة ممتعة جدا، وهي تكاد تكون هتصبح إن شاء الله أسهل المواد. بس للأسف أنت لما دخلت على الرابط ملقتش غير أول درس، ده باقي المنهج. باقي المنهج موجود ولكن بشكل خاص. يعني إيه بشكل خاص؟ أبدا مش هيكون استغلال مادي ولا كل الكلام اللي بيتعمل على المنصات. كل اللي هيتعمل معاك إن المنهج بالكامل، منهج الترم الأول بالكامل، الأربع شهور شرح بالمراجعات، وضيف عليهم كمان حل كتاب الامتحان، كل دول ب 150 جنيه في الشهر. لأ، ال 150 جنيه دول بيدفعوا في الترم مرة واحدة بس. يعني مصاريف الترم الكامل 150 جنيه بيتحولوا فودافون كاش على الرقم اللي قدامك ده. بمجرد ما سيادتك بتحول المبلغ بتبعت صورة إيصال التحويل أو نص رسالة التحويل في رسالة على الواتس على نفس الرقم اللي حولت عليه، وتبعت الجيميل الخاص بيك. ولو مش عارف يعني إيه جيميل هبعت لك فيديو صغير على الواتس يعلمك يعني إيه جيميل. وإن شاء الله الفيزياء معانا هتكون بشكل مختلف تماما عن السمعة اللي طلعت عنها. وأكيد شفت الفيزياء في الدروس في شهر 8 وفي 9، احنا بدايتنا ان شاء الله هتكون 1/10، واستنوا الفيزياء بشكل مختلف تماما عن كل اللي فات. سلام.